حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، وأهلا بكم في الطريق إلى الله. النهاردة هنكمل حديث عن آفات اللسان وبيان التحذير من شهوة الكلام وتوضيح طرق المجاهدة لها وفق خلق سيدنا صلى الله عليه وسلم. وحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن آفة النميمة، وذلك من خلال كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. أهلا بفضلك. مرحبا أستاذ حسن، كل سنة وانت طيب يا سيدي. وانت بألف صحة وسلامة. طبعا دي أول حلقة لينا بعد شهر رمضان المعظم، وطلعين بهذه النفحة الروحية وهذه الطاقة الإيمانية، وعشان نؤكد على ده بنلتزم بكل خلق الطريق. والنهاردة بنتكلم عن النميمة، بس قبل كده يمكن حد سألني كده، طيب في الغيبة، طب أنا الغيبة دي وقعت فيها أعمل إيه؟ إزاي أدرى عن نفسي شر هذه الغيبة؟ وربما قلتها كده بس ندمت عليها، أعمل إيه؟ بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه، وبعد، هو الواجب على المغتاب أن يتوب إلى الله أولا ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق الله تعالى أولا، وبعدين يستحل المغتاب في حقه، يعني اللي اغتابه يعني يستحله عشان يحله مما وقع فيه، عشان يخرج من مظلمته. يبقى عندي جانبين في حق الله تعالى: أن يندم ويتأسف ويشعر بذلك في قلبه، وإلا حتى ولو استحل الشخص ولم يندم بقلبه ويشعر بأنه أخطأ في حق الله تعالى، فهذه معصية أخرى. إن لم يندم بباطنه فهذه معصية، قد قارف معصية أخرى، معصية أخرى. فيبقى لابد أن يندم ويتوب إلى الله تعالى أولا، ثم يندم للشخص، يعني يستحل الشخص الذي وقع في حقه. وهنا العلماء تنوعت أقوالهم. الحسن دول العلماء السلف يعني من الصحابة والتابعين، الحسن رضي الله عنه يقول: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. يعني مش لازم يروح يقول له والله أنا عملت كذا وكذا في حقي. الإمام الحسن بن علي. فلكن إيه؟ يستغفر. يعني يستغفر. وأيضا يستغفر لإيه؟ له. يعني وفي حديث رواه أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة من اغتبت أن تستغفر له. دي الكفارة بتاعت الإيه؟ الاغتياب. لكن سيدنا مجاهد قال: كفارة أكل لحم أخيك ميتا أن تثني عليه في كل مجلس وتدعو له بخير. إنك يعني إيه؟ لا، ده أنت تثني عليه دايما وتدعو له بخير. عطاء بن رباح ابن أبي رباح قال: التوبة عن الفرية، لأن ده يعتبر كذب، الكذبة، الكذبة، قال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له: كذبت فيما قلت، أنا كذبت في حقك، كذبت فيما قلت، أيوة، وظلمت وأسأت، فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت عني. يعني هو لم يقبل، اعترف أمامه كذبت لازم تروح وظلمت وأسأت وأنت والله أنت مخير، أنا أخطأت في حقك وأنت مخير، إن شئت أن تأخذ بحقك فخذ، وإن شئت أن تعفو عني فاعفو عني. الغزالي قال: وهذا هو الأصح. عند الغزالي. والحقيقة أنا سمعت من شيخنا رحمة الله عليه في المسألة دي عموما، في الإيه، إن في أحيانا ظروف يستحيل معها أو ربما يصعب معها إلى حد ربما يؤدي إلى فتنة أعظم، إنك لا أروح أستحيل، يعني إنك أنت تروح تستحيل، أروح أقول له كده. لأن كان زمان الناس أهل عفو وأهل سماحة، وكان الأوضاع مختلفة،
والعارف هو العارف بزمانه وليس العارف هو الذي يميز بين الخير والشر، إنما العارف هو الذي يميز بين أي الخيرين شر وأي الشرين خير. فسمعته يقول يعني في أحوال مثل هذه اللي بيصعب فيها وممكن تحدث فتنة، إن الواحد يتوجه إلى الله تعالى فعلا بالاستغفار والدعاء، اللهم ما كان يعني لك فاغفره لي، وما كان لعبادك فتحمله عني. الله، وده دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم كان لك فتحمله، اللهم كان لك فاغفره لي، وما كان لعبادك فتحمله عني. على كل حال هي دي أقوال العلماء. الغزالي قال إن في القائل اللي بيقول إن العرض لا عوض له، قول القائل بأن العرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال، فقال ده كلام ضعيف، لأن بعض العلماء قالوا إيه يعني أنت هتروح تستحل واحد تقول له والله ده أنا خزت مالك بغير حق، فيا إما تاخد مالك أهو أو تحلني من هذا المال وتسمح لي، أو تديني فرصة أسدد مالي مثلا الما علي. قال ده في المال، لكن في العرض ما ينفعش، هتستحله في العرض إزاي؟ فبالتالي ما ينفعش الاستحلال في الأعراض، لكن الاستحلال في الأموال جائز. فالإمام الغزالي قال هذا رأي ضعيف، إذ قد وجب في العرض كما وجب في المال، وجب في حد القذف والسب كما وجب في المال، وتثبت المطالبة به. بل قال في الحديث الصحيح روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلله. ده حديث صحيح رواه الغزالي، يعني أو ثبت الغزالي يقول في حديث صحيح هو رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق. الغزالي ذكر الحديث ده صحيح وثبت إن النبي قال إن من كانت لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليتحلله من قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم، إنما يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته. فإذا الكلام ده إيه؟ ولذلك لما السيدة عائشة كانت في امرأة كانت موجودة وجات وهي ماشية فقالت إيه إنها طويلة الذيل، فالنبي قال لها قد اغتبتيها فاستحليها، روح استحليها، انت اغتبتيها كده روح لها بقى ايه استحليها واستغفر لها. فاذا لابد من الاستحلال ان قدر عليه. طيب واحد غائب مش موجود مش قادر تستحله، او ميت رحمه الله، فينبغي ان يكثر من الاستغفار له، تستغفر له وتدعو له وتكثر من حسناته. لكن العلماء اتكلموا في ايه؟ قالوا طيب انت رحت تستحله، انا رحت الاستاذ حسن اقول له والله انا غلطت فيك فيعني سامحني او خد حقك، هل وجب على الاستاذ حسن في الحاله دي انه يحلني؟ واجب عليه ولا مش واجب عليه؟ هل الاستحلال واجب في الحاله دي ام لا؟ فالغزالي بيقول لا، لانه تبرع، ده تبرع، والتبرع فضل وليس بواجب، ده انت اصلا، ده انا بقول لك لو سمحت، فانت مش واجب عليك تقول لي اه او لا، لو عايز تقول لا تقول لا، لان ده تبرع منك. فان شئت احللت والا انت حر، ولكنه مستحسن، مستحب انك انت تحلني من باب الفضل. ايوه، يبقى سبيل المعتذر ايه اللي بيعتذر؟ إن هو أن يبالغ في الثناء عليه، في الثناء على الإيه الذي اغتابه، والتودد إليه، ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه. فإن لم يطب، إن لم يطب قلبه، أيوة، ما أطبش قلبه وما سمحش، يبقى اعتذار الواحد له وتودده حسنة محسوبة له يوم القيامة، يقابل بها سيئة الغيبة. اللي هو المعتذر، المعتذر خد حسنة بقى سيئة هيقابل بها برضو، والله يا ربي أنا اعتذرت له، أنا غلط، وكل ابن آدم خطاء، وأنا اعتذرت، فإيه تخفف
من ايه كده. وكان بعض السلف ما يقبلش الاستحلال، لا يحلل. سعيد بن المسيب، ابن المسيب رحمه الله، وكان من امام التابعين، من ائمة الفقهاء المدينة السبعة، قال لا احلل من ظلمني. لا احلل من ظلمني. بمعنى ايه؟ عشان برضو يعني ايه لا احلل؟ عشان يعني اي لم يسامحه. ايوه يعني ما سامحوش فيما اذاه فيه. وهي الحقيقه يمكن طب ده كان من امام التابعين. ايوه طب ازاي؟ وكان صالحا ورعا تقيا من الائمه الكبار. ده سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله لما يعني احد من تلامذته كان طلب يخطب بنته، وكان المريد ده كان زوجته توفيت، فكان عبد الملك بن مروان الخليفة طلب ابنة سعيد بن المسيب لابنه، فرفض يديها لابن الملك، لابن الأمير، لابن الخليفة. وأعطاها زوجها لأحد مريديه الذين ماتت عنه زوجه. شفت بقى قد ايه يعني كان ورع، لكن مع ذلك قال لا أحل أو لا أحلل من ظلمني. الله أعلى وأعلم. في رأي الفقير هو ربما رأفة به، لأن أصل ده أهل الله دولت، يعني لو تركوا لله هتكون عقوبته، عقوبة هذا الشخص شديدة قوي، فتخفيفا عنه لا أنا ما بحلكش عشان أخد حقه منه، تخفيفا يمكن من عذابه وعقوبته من الله تعالى. لأن الحديث بيقول إيه الصحيح؟ من عاد لي وليا فقد آذنني بالمحاربة، وفي رواية فقد آذنته بالحرب. فيبقى مش حمل حرب ربنا لأنه عاد له وليا. ودي فيها كلام جميل، فيها كلام جميل للأئمة في هذا الأمر. ولذلك تجد أن أشياء كثير النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني ينقلها إلى غيره عشان ما إيه ما يتحملهاش الإنسان، وكثير من الصحابة. فمن عاد لي وليا فقد آذنني بالمحاربة، فهنا خوف ورحمة به يقوم يقول لك لا أحله. ابن سيرين قال إني لم أحرمها عليه فأحللها له، مرضاش برضو ما بسمحش. ليه؟ قال لك اللي ربنا هو اللي حلل وحرم، أنا ما جعلها حق من حقوق الله، ده وجهة أخرى. الأول رحمة به ألا يعادي حتى لا يبدو كأنه معاد لولي من أولياء، فقد عاد الله سبحانه وتعالى وأذنه بالمحاربة. ابن سيرين رضي الله عنه قال إني لم أحرمها عليه فأحللها له، جعلها التحريم والتحليل لله تعالى، وهي لله أصلا، لكن جعلها حق من حقوق الله الخالصة مش من حق أنا. جعل الغيبة ده إيه؟ من حقوق الله، رغم أنها حق للعبد بحسب تقسيم الفقهاء. ابن سيرين جعلها ايه؟ حق لله. ان الله حرم الغيبه عليه وما كنت احلل ما حرمه الله ابدا. فالغزالي بيقول طيب ايه رايك في قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينبغي ان يستحلها؟ اذا كنت بتقول هي مش واجب التحليل ده، مش واجب عليك انك تقول تحل من هذا الموضوع وتعفو عنه وتسامحه. اما النبي قال ايه؟ ينبغي ان يستحلها. وقال للسيده عائشه ايه؟ استحل اغتبتيها فاستحليها، امر. فده تحليل لما حرمه الله؟ قال لك لا، المراد به العفو. لما بقول استحليها ينبغي يعني ايه؟ اطلب العفو، استسمحيها عن المظلمة، لا ان ينقلب الحرام حلال او الحلال حرام. بس فده طبعا ايه قال طيب ايه بقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بقول للصحابة، بعض الصحابة وقد نظر وجد أحدهم يعني قد ساءه وحزن فقد لاكته الألسن، يعني إيه جابوا سيرته كتير فحزن في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه بص كده للصحابة وكانوا من أهل الصفة وقال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ فقالوا وما يفعل أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال
كان عندما يخرج كل صباح يقول: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس، اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس. معناها إيه دي؟ فهو بقول الغزالي بقول معنى الكلام ده إيه؟ ها؟ يعني هل يعني يتصدق بعرضه؟ هل يجوز التصدق بالعرض؟ إزاي يعني ممكن واحد يتصدق بالعرض؟ ها؟ ومن تصدق به هل يباح تناوله؟ يعني أنا والله خلاص يباح بقى أن يتناوله، يبقى إذا مباح للناس أن يتناولوا هذا العرض. طب إن كان ده ما ينفعش لا تنفذ يعني صدقته إنها صدقة، طب معنى الحث عليها إيه؟ إنه يحس عليها أيعجز أحدكم كان يكون كأبي ضمضم، يعني تشجيع الناس. فقال لك لا، هو معناه إنه بيقول إيه؟ أنا بقول اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس، أنا لا أطلب مظلمة منهم يوم القيامة ولا أخاصمهم، أنا أسامحهم، فلا تصير الغيبة في حقهم حلالا. بمعنى هذا مش معنى كده أن الغيبة حتصير حلال في حقهم، ولا تسقط المظلمة، فهي أولا خطأ في حق الله تعالى تستوجب الإيه؟ الاستغفار والندى. ثانيا أنها لا تسقط أيضا بحق الشخص. لماذا؟ لأنه وإن كان قد سامح فهذا من قبيل الإيه؟ الوعد الذي يجوز الرجوع فيه، فإن رجع فيه وجبت العقوبة على الشخص لصاحبه. واخد بال حضرتك؟ يعني أنا لما أقول إيه؟ والله أنا مسامح، لأنه بقول اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس، هو خارج لسه، هل تجب نهائيا؟ لا. طب إذا جه رجع في كلامه، ده أنا وعدت بأن أنا أعفو، لكن ده وعد يجوز الرجوع فيه، والوعد حتى في الفقه يجوز الرجوع فيه. فهو لم يفي بعزمه، خلاص له العزم على الوفاء بألا يخاصم، له العزم على الوفاء بأن يعفو، فإن رجع وخاصم كان القياس كسائر الحقوق في الفقه. الواعد يقدر يرجع في إيه؟ في كلامه. بل صرح الفقهاء بأن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القذف، يعني واحد قذف واحد وحد القذف معروف، فلا يسقط ايه حد القذف عنه اذا ايه الشخص ايه رجع في كلامه. ومظلمة الاخر حتى ايه من اباح القذف لم يسقط حقه في ان يطلب القذف منه الحد تاني مرة اخرى منه. نعم. معايا محمد على التليفون. محمد اهلا بيك. في كلام جميل برضو انا تذكرته، اتفضل. هرجع بعد ما اخد تليفون محمد. محمد اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتكم. طيبين وانت بالصحة والسلامة. اتفضلي. كنت عايز اسال مولانا بس عن ايه هي كفاره النميمه، يعني لو واحد نمى عن حد او كده فكفرته ايه، يعني لو خصوصا لو ما قدرش يقول له مثلا ان انا اختبتك او نميت. حاضر. ربما ايه كفاره في دعاء مثلا او استغفار الواحد ممكن يعمله يكفر عن الغيبه دي؟ حاضر. وفي سؤال تاني حضرتك. اتفضلي يا فندم. ازاي الواحد يكون من ذاكرين الله كثيرا، يعني في حل يعني ادنى عدد معين يبدا منه اللي هو اللي يبقى العدد؟ حاضر حاضر يا محمد، بشكرك وكل سنه وحضرتك طيبه. فاصل ونرجع لكم تاني ونجيب على هذه الاسئله ونتلقى اتصالات اخرى ومعكم في الطريق الى الله. اهلا بكم دايما. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معايا الاستاذ هشام على التليفون. يا استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ. اتفضل يا فندم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور محمد. يا مرحبا. من فضل حضرتك كنت عايز اسال بس عن الـ الشهوات الخفيه، هل عدم التحليل ده يعتبر من الشهوات الخفيه؟ عدم زي كمان واحد بيدعي على حد، فهل يعتبر دي كمان من الشهوات الخفيه؟ فارجو من دكتور محمد يلقي الضوء شويه على عن الشهوات الخفيه. حاضر يا استاذ هشام. بنرجع لكلام فضيلتك كنت عايز تتفضل بيه قبل الفاصل عن واحنا بنتكلم عن التحليل وكفاره الغيبه. نعم. زي مثلا بنتكلم في موضوع اللي هو بتاع سيدنا ابو ضمضم. ايوه. ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم؟ عندما كان يخرج كل صباح يقول اللهم اني قد تصدقت بعرضي على الناس. فايه اللي يخليه يقول كده؟ بصرف النظر عن اقوال الايه الفقهاء في هذا الامر انه وعد ان لا يخاصم وكذا وكذا، ممكن يعني
حسن خلق، تقوى، ورع، انه يطلب العفو من ربنا سبحانه وتعالى، الا تحبون ان يغفر الله لكم. لكن ايضا فيها جانب جميل ومهم، هو اصلا ايه؟ مش مشغول بالناس، كلام الناس ما بيشغلوش، هو يشغله ربنا. ده حال مين؟ او مقام زي مقام السيدة رابعة اللي نسب اليها ايه؟ يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح الود منك فالكل هين، فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب تراب. واخد بحرف كل الذي فوق التراب تراب. هو اصلا الكلام ده مش شغله. هي في بدايتها بتقول له ايه؟ فصاعد انفاسي لك جواب. فصاعد انفاسي اليك جواب، وكل اشاراتي اليك خطاب. يعني انفاس اللي تخرج مني دي لك، دي جواب، كل نفس اشارات وخطابات. وكل اشاراتي اليك خطاب. ايوه. فليتك تحلو والحياة مريرة. أيوة. وليتك ترضى والأنام غضاب. ما يغضب كل الخلق مش فإن مشكلة، فإن صح منك الود. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب. وكل الذي فإذا صح الود منك أو منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليت شربي من ودادك صافيا، وشربي من وداء من ماء الفرات سرابه. فطبعا ده كلام طبعا ايه. ونسب ايضا قصيده مثل هذه الى ابي فراس الحمداني. ايوه. اللي قال اراك عصي الدمع، اتكلمنا فيها في مقام الايه؟ القلق طبعا، في منازل السائرين الى الله تعالى. لكن على الجمله العفو افضل. سيدنا الحسن يقول: اذا جثت الامم يوم القيامه بين يدي الله عز وجل، نودوا ليقم من كان أجره على الله. الله. قال: فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا. دول أجرهم على الله. دول أجرهم على الله دول. ها؟ لأنه خلاص يعني. ده كلمة حلوة نسمعها في الحياة. وأجري على الله. ده كلمة يعني جالية قوي قوي قوي. دول أجرهم على الله. ولذلك ربنا قال في القرآن: خذ العفو. وأمر بالعرف. وأمر بالعرف. وأعرض عن الجاهلين. عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا جبريل قال ايه يا جبريل ما هذا؟ لما ربنا نزل الآية قال خذ العفو، فقال له ما النبي سأل جبريل، سيدنا جبريل ده قال له ايه؟ حتى أسأل رب العزة. وأي حاجة زي ما بقول لك كده، سيدنا النبي يقول حتى أسأل جبريل، تعرف ان حاجة خطيرة ومهمة. وطبعا جبريل على نبينا عليه السلام، ما دام النبي قال هسأل، ما ينفعش هو ايه، ما دام النبي قال له سأله ما ينفعش يجاوب من نفسه خالص، لازم يرجع لربنا في أدب، يذهب ويعود. هو النبي أصلاً قصدها وإلا لأجاب، لهو ليبين ويلفت النظر إلى أهمية الأمر. فسيدنا جبريل قال له حتى أسأل رب العز. فسأله قال إيه؟ أن تعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك، أو تعطي من حرمك. ده طبعا مهم، ولكن زي ما كنا نسمع من سيدنا الشيخ الله يرحمه يقول لك ايه؟ وما قتل الاحرار مثل العفو عنهم، ومن لي بالحر الذي يحفظ اليد، الذي يحفظ اليد، اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرد. يا سلام المتنبي. لازم تعرف ده. ايه كان يرد وكان ليه ابيات يتمثلها يقول: لي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. من رام تقويمي فإني مقوم، ومن رام تعويجي فإني معوج. يعني من رام يعني من أراد، يعني إيه؟ فدي طبعا عاوزة حكمة في المعاملة وسياسة في تدبير شؤون الخلق، خاصة بحسب اختلاف الأزمنة. هذه يعني من قبيل الحكمة طبعا الذي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لعباده. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم لا شك، لأن ده من الحكمة. وإحنا من شوية قلنا إيه؟ كما قال أبو طالب المكي رضي الله عنه فيما معناه: العارف هو العارف بزمانه. أيوة. وليس العارف هو الذي يميز بين الخير والشر،
إنما العارف هو الذي يميز بين أي الخيرين شر وأي الشرين خير. يا الله. ها ده معنى معاني عايزة نعم. تتأمل الواحد يتأملها. نعم لأن القضية هي إيه؟ قضية تقدير للمواقف. يعني وسيدنا النبي ليه بيقول أنتم في زمان للصحابة، أنتم في زمان خيركم فيه المسارع، وسيأتي زمان يكون خيرهم فيه المتثبت. يعني الزمان في الزمان الأول المسارع خيركم فيه اللي بيسارع في الخيرات وسارع في لأن الخيرات. الزمن كله خير في أمان، لكن حيأتي زمان حيبقى خيرهم مش اللي بيسارع، لأن ممكن اللي بيسارع في الخيرات يقع في مصيبة. يبقى خيركم فيه المتثبت. المتثبت لازم يتثبت الأول، لازم يشوف الايه المسائل ايه. ها عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه عليه الصلاة والسلام يعني وشوقاه الى احبابي. ايوه فقالوا الله احنا مش احبابك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال انتم اصحابي. اما من احبابه؟ قال قوم ياتون من بعدي ها في امنوا بي ولم يروني. يا سلام. اجر الواحد بسبعين. قالوا منهم ام منا؟ سبعين من الله زي حالتنا ولا بنعدهم؟ قال لا سبعين منكم. ليه؟ قال لقد جئتم في زمان رأيتم فيه على الحق أعوانا. صحيح صحيح. وسيأتون في زمان لا يرون فيه على الحق أعوانا. هيبقى الباطل كتير. ودي كانوا قريبين من مصدر كتير. من مصدر النور. نعم. والإشراق. نعم. والهدى. نعم. المصدر طبعا. الحقيقي. نعم. لا شك طبعا. يعني نعم. خلينا نروح للحاجة نعم. نادية من المنصورة من الدقهلية. حاجة نادية أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ حاتم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حاجة نادية. تفضلي يا فندم. تفضلي. ازيك يا دكتور محمد؟ كل سنة وحضرتك طيب. حاجة وانت طيبة. اهلا وسهلا. لو سمحت في آية في القرآن الكريم وبشر المخبتين. ايوه. المخبت في التفسير هو الذي إذا ظلم لا ينتقم لنفسه. ايوه. في آية كمان بتقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم. أيوة. يا ريت الدكتور محمد مهمة يعني عرفنا درجات الزلة دي. طيب بشكرك يا حاجة نادية. فضل الدكتور دلوقتي دكتور محمد واحنا بنتكلم على الغيبة نلاقي دايما في متلازمات كده. نعم. في حاجتين كلمتين يجوا مع بعض. نعم. ما نقولش الغيبة إلا ما نقول معاها وراها على طول والنميمة. نعم. زي نقول الغيب والشهادة مثلا. نعم. في كلمات كده مع بعض. طبيعة الواو عطف، طبيعة الواو. نعم. لها معاني. نعم. أخرى لها دلالات أخرى. هل معنى الواو هنا هل الغيبة هي النميمة ولا في فرق؟ وإلا ما كانش جم كلمتين منفصلتين. نعم. حتى لو بينهما واو. نعم. هي النميمة هي إيه؟ النميمة هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، بل مش كده وبس، بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكاياته فائدة، حكاياتي فائدة لمسلم أو دفع لمعصية. زي إيه مثلا؟ الغيبة هنا عبارة عن إيه؟ ده واحد بيغتاب واحد، يعني يقول في حقه إيه ما يكره، بحيث لو كان أمامه ما يستطيعش يقول. لكن تاني ده بينقل كلام الغير، يعني ينقل ما يكره عموما سواء كان في حق هذا الشخص أو غيره. هي مرتبطة بالإيه؟ هي بتشمل النميمة، بتشمل الغيبة معها في ذات الوقت إن شملت ذلك. لأن إن كان ما ينم عنه نقصا أو عيبا في المحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة. يعني النميمة هو إيه؟ إفشاء السر وهتك الستر لكل ما يكره أن ينقل عموما، يبقى متضمنة الإيه؟ الغيبة. لأن إذا كان اللي أنت بتنقله ده في حق شخص عيب أو نقص هو بيكرهه، يبقى بقت كمان إيه؟ غيبة بالإضافة للنميمة. واخد بال حضرتك؟ يبقى جمع هنا بين الغيبة والنميمة. والنميمة. فطبعا النميمة هو معناها إنه بينم قول الغير، يعني بينقل. النمام هو الذي ينقل الكلام بتاع الغير. عموما يعني سواء كان يكره أو لا يكره. لأن لكن لا هو ممكن إيه؟ ما دام ما فيهوش منفعة لحد، ما دام مفيش دفع لمضره، طب افرض انا مش عاوزك تقول
انت ليه نقلت هذا الكلام؟ عشان كده المجالس بالامانه. فإذن النميمه مش مخصوصه بحد. ايوه النميمه ليست مخصوصه ايه بحد باحد من الناس كالغيبه، لكن هو كراه، هو اصلا ايه انه نقل كلام طالما ان ليس في هذا الكلام دفع لمضره ولا منفعه لاحد يبقى لا يجوز ان ينقل هذا الكلام، ما يتكلمش فيه. دي النميمة هي كشف ما يكره كشفه، سواء كان كرهه المنقول عنه او لم يكرهه. ها يعني الحاكم هنا مش المنقول عنه، لا سواء كان يعني سواء كرهه هنا. المنقول عنه او المنقول اليه وسواء كرهه شخص ثالث ايا كان، طالما انه الكلام ما فيهوش منفعة ولا مضرة دفع مضرة يبقى انت بتنقله ليه؟ فنقله سواء كان بقى اللي نقله نقل عنه كرهه او كرهه غيره او كرهه ايه المنقول اليه، فهو ما يكره نقله عموما حتى ولو لم يتعلق بواحد فقط، بشخص من الناس، يعني هو خاص بموضوع الكلام وليس بشخص الكلام، بموضوع النقل وليس بايه باشخاص الايه النقل. فان تناول اشخاص النقل جمع بين الايه النميمه والغيبه والغيبه مع بعض الوقت. النميمه والغيبه مع بعض، النميمه والغيبه انا اسف، ولكن في ذات الوقت. اذا في نقطه مهمه جدا، يعني العلاج وهذه الافات لو احنا خدنا بالنا منها، المجالس كلمة مجالس بالأمانات، وهرجع لفضيلة الدكتور محمد مهنا بعد الفاصل عشان نشوف قد إيه لو حافظنا على الأمانة في المجالس اللي احنا قعدناها ولما نخرج كل واحد كأنه ما سمعش ولا شاف، هتبقى نتائجها مهمة جدا. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، فضيله الدكتور محمد مهنا. دلوقتي مولانا عايزين نجيب على اسئله الساده المشاهدين، واحنا قلنا الجزء الثالث. نعم. دايما اهلا بكل اتصالاتكم التليفونيه والاجابه على كل التساؤلات، برضو في الافاده اعاده. نعم. زي ما بنقول دايما. فمحمد كانت سالت بتقول كفاره النميمه، بس هي قصدها جت في الاخر كفاره الغيبه، فاحنا نتكلم عن الغيبه والنميمه معانا لسه. نعم. الكلام موصول عنها لسه، ما انتهيناش منها. طب عشان ناكد برضو على فكره الغيبه وكفارة الغيبة زي ما فضلتك. نعم. تفضلت من شوية وتكلمت عنها عشان نؤكد على المعنى. نعم احنا قلنا كفارة الغيبة باختصار شديد، العلماء يعني طبعا اللي أكدوا الإمام الغزالي، هو الإنسان يستحل من وقع في حقه بالغيبة، يعني يروح له يستغفر يقول له أنا يعني أخطأت في حقك وأنا بستحلك من هذا، وإن يعني إن أردت أن تعفو عني فاعفو عني، وإن أردت انك انت تاخذ بحقك فخذ بحقك. وطبعا بعض الاراء الاخرى تقول ان ممكن يكفي اذا حيكون مثلا الاستحلال حيؤدي الى يعني فتنه او امر غير محمود، فيكفي فيه الاستغفار، والانسان طبعا دايما يذكر صاحبه الذي وقع فيه بخير دائما ويستغفر، لربما الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. يعني هرجع ليه برضو بتقول لمحمد، بتقول عايزة كيف أكون من الذاكرين الله ذكرا كثيرا، يعني أذكر الله كثيرا وأكون من الذاكرين بهذا الشكل. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذين يذكرون الله كثيرا إلى آخر الآيات والأحاديث اللي وردت في هذا المعنى. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، سبق المفردون، المفردون المستهترون بذكر الله. يعني الايه المستهترون معناه هنا بذكر الله، يعني الذين استغرقهم ذكر الله تعالى، اللي هم المستهترون. المستهترون، وفي ارض في الروايه ايضا بالكسر المستهترون. والمستهترون يعني هي صحيحه في الاثنين يعني. فايه قال هم الايه الذين استهلكهم واستغرقهم ذكر الله، او استغرقوا انفسهم واستهلكوا أنفسهم في ذكر الله تعالى. وطبعا العلماء اتكلموا في معنى الذكر الكثير يعني إيه، لكن المهم ببساطة شديدة إذا كانت أكثر أحوال الإنسان ذكرا لله تعالى،
والذكر هنا ليس مقصورا على ذكر اللسان فقط، بل أن تكون متيقظا لذكر الله، أي لله تعالى في أحكامه من حلاله وحرامه ومكروهه ومندوبه. يعني أنا لما أتذكر ساعة ما أجي أتكلم ده، أنا دلوقتي هغتاب واحد أجي ماسك نفسي، يبقى ده ذكر هو ده معادل حقيقي للذكر اللي بتقوله لسانك. أيوة يبقى ده بالضبط إيه، ده أنا إيه هنا صنت لساني عن أن يخوض في حرام أو مكروه، فإيه في حد ذاته كنا نتذكر هذا وأتوقف بقى ذكري لله تعالى. إن أنا عندما أبيع أو أشتري وأقدم على شيء طمعني إن أنا أغش في البيع، أغش في البضاعة، أغش في الميزان، أغش في حاجة من دي، وأتذكر مجرد التذكر هو ذكر لله تعالى. في ظلمني أحد وأخذ حقي، فأنا أردت أن أرد عليه، فجيت أرد عليه فجيت أرد بظلم أكثر، يعني مش عاوز أخد حقي بس، ده أنا عاوز أخلص عليه. يبقى في الحالة دي بنتقم بقى. بنتقم. لأ، لما أتوقف أقول لأ يا ولد خد حقك بس، أو حتى أقول بس أنا أعفو عنه، ربنا سبحانه وتعالى ياخد لي بحقي، حسبي الله ونعم الوكيل، يبقى دي تقوى. يبقى أنا في الحالة دي تذكرت الله سبحانه وتعالى، هذا فضلا طبعا عن إيه كافة أنواع الذكر الأخرى. يعني فضلا يعني من فضلتكم، احنا بنتكلم على الذكر اللسان، وانا بذكر باللسان لابد وان يوافقه العمل عشان اشعر باني من الذاكرين حقا. نعم، العمل نفسه طبعا. انا بذكر ولكن نعم. اذكر ولا ينهاني هذا الذكر عن وعن وعن وعن، بس هذكر وهفضل اذكر. الحديث الناس هلك الا العالمون، ايوه، والعاملون هلك إلا العاملون. لابد من العمل. الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون. الذي يعمل بعلمه، مش كده وبس، والعاملون هلك إلا المخلصون. لازم تخلص في عملك، والمخلصون على خطر عظيم. محص الإخلاص عشان تبقى بالصدق، والصدق أعلى درجة من الإخلاص. فالإخلاص خروج، الإخلاص إسقاط الخلق من معاملة الحق، والصدق إسقاط النفس من معاملة الحق. أعلى، إسقاط الخلق وبعدين إسقاط النفس. النفس إسقاط الخلق من معاملة الحق. فيقدح فيها المراءة، اللي هي رؤية الآخر، رؤية الناس. أيوة، المراءة تقدح في الإخلاص. والصدق إسقاط النفس من معاملة الحق، من معاملة الحق، فيقدح فيها العجب، أنا شفت نفسي. يبقى يقدح فيها في العجب، في الصدق العجب. طيب نروح للشهوات الخفية. الأستاذ هشام بيسأل، بيقول الشهوات الخفية يعني إيه معناها، وهل معنى الشهوات الخفية لما حد يجي يستحلني ويقول لي أنا غلطت فيك وأسأت و و و وألاقي نفسي لا مش قادر أعفو عنه، أو مش عايز أعفو عنه، أو أنتهز الفرصة، هل دي شهوات خفية يا فضل الدكتور؟ طبعا ممكن يبقى فيها الشهوة الخفية، يعني إرادتك التجريد من عطاء الله. أيوة، إرادتك التجريد. أيوة، إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية. أيوة، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجريد انحطاط على الهمة العالية. بصرف النظر عشان ما تخدش في شرح حاجة تانية، لكن الشهوة الخفية هي شهوة في النفس، في الظاهر نفسه تحدثه بشيء على أنه شيء طيب، على أنه محمدة، وفي الحقيقة هي تريد بذلك كرامة لنفسها. يعني ممكن واحد يروح لواحد يعتذر له، ده اللي هو رايح اللي اغتابه، أنا أروح للأستاذ حسن أقول له أستاذ حسن والله أنا اغتبتك وأرجوك أنك تحلني من هذا، وأنا آسف، وأنا عاوز تاخد حقك خد، وعاوز يا سيدي تعفو عني تعفو. فأنا بقول كده حتى الشهوة الخفية إيه؟ حتى أظهر أنني من أهل الورع ومن أهل التقى ومن الذين إيه؟ يعني يعودون من قريب والذين يتوبون من قريب، عشان النفس عاوزة كده، عشان إيه؟ حسن، والناس يقول والله أنت راجل كويس وراجل صالح. وفي حين أن جوايا في الباطن أنا ما قصدش فعلا أن أنا أستغفر وأن أنا توب، ده أنا جوايا ما زلت إيه؟ ما أعتقده في حسن أعتقده. يبقى دي شهوة خفية. وممكن أيضا
اللي هو بيحلني لما أنا قلت له بعتذر ممكن هو إيه يقول لك والله خلاص يعني إيه اذهبوا فأنتم الطلقاء أو لا يعني تثريب إيه عليكم لا تثريب عليكم اليوم ما فيش لوم عليكم خلاص يعني عاوز يتشبه بسيدنا النبي وسيدنا يوسف اذهبوا أو يعني لا تثريب يغفر الله اليوم لكم يغفر الله لكم ولكم فعاوز يبين يعني إن هو يعني إيه من هذا المقام في حين هو مش ده مقام ولا حاجة عاوز يبين كمان إن هو رخر إيه صاحب فضل كمان دي شهوة إيه خفية يعني هذه المقصود من السؤال فطبعا إيه الواحد يخلي باله برضو عشان كده الطريق إيه يحتاج يقظة عميقة طبعا النفس طبعاً مسألة مش سهلة هم دول وصلوا ببلاش يا أولاد كان الشيخ يقول كده فضل الأستاذ الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بشكرك شكرا جزيلا ونلتقي دائما الخير أعزائي المشاهدين دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء.